السيد عامر إقليم دروش لا بأس أنه راح تكون الموضوع ديال هذه الرسالة هو رسالة حول دورة استثنائية فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه وتنفيذا للمضمون المادة 39 من القانون التنظيمي اليوم 1913 متعلق بالجامعات يشرفني أن أدعوكم لعقد دورة استثنائية قصد تداول المجلس في النقاط الثانية نزع الملكية لخمس قطع أرض ريادات مطالب التحفير 49 وعشرة وافقت هذا الطلب بعد التصاميم الخاصة بسوق السمك وبخصوص هذيك الساحة داخل المدينة المهم هذا التصاميم غير على سبيل الاستئناس اللي كتبغي تتم الموافقة إن شاء الله غادي عاد تبدا المرحلة ديال الاعتزال الفعلي وشكرا الحقيقة يعني كتصويت مع السوق هذا دابا جات رساله من السيد العامل كطلب منا اننا نعاود لها الطوع هذه ونرجو فيها دائما اهل السوق وكنفتح المناقشه للسنه الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم تحيه السيد الرئيس تحيه السيد ممثل السلطه المحليه تحيه الساده الاعضاء تحية المناظر الإعلامية المحلية تحية الحضور الكريم السيد الرئيس يعني نتكرر نفس الأخطاء أنت بدا تعاودها تنثو وش هو خزاق خزاق من مرة كان القانون وحدش وش هو القانون غار الجماعة المحلية ككل الطباخ اللي في الجماعة نحن اليوم أنا توقع كان القانون وش هو مادة 37 تفكرش أنه يعني الرئيس هذه السقال الدعوات قبل ثلاثة أيام من انعقاد الدورة شنس قبل الدعوات نهار الثلاثاء الخميس عند الدورة يعني النهار ونفهم والو حتى السلطة المحلية تحمل المسؤولية كاملة لأن السيد ممثل السلطة المحلية كان عليه أنه ينبه السيد الرئيس إذا ما كانش كيفهم في القانون إلا تيفهم ما غاديش يستحمرنا حنا كاعضاء وما يستحمرش الساكنه وما يستحمرش الراي العام المحلي انه الطورات كاملين ينكع الجهه القانونيه السلطه المحليه تفرج اذا ذلك تنين ربما السيد رئيس الدائره ممثل السلطه المحليه هذيك خدمه النس باش تقل الرؤساء يعني الممثلين المغنيين لجميع الجماعات وثالثا ثانيين ان النقطه الاولى المحوته نقيت في ظرف الثوي كبير هذا شهرين مثلا شهر ترفض لاسباب موضوعيه وسيت ثقيت تعاود شو وفي مخوالو النقطه الثالثه اللي نزع الملكيه ثقيت تعاود اتخذ في مقرر بالاجماع لان شو 11 وقت النيل تعاود في مازال الخو وفي مخوالو إذن ده نازو جواب السيد الرئيس وشكرا يا جماعة أما هذه اليوم مش إحنا اللي عاودنا لها مش إحنا هذه رسالة جات إحنا قبل يعني غادي نتفقوا أن الرسالة جاتنا ضروري غادي يديروا الدور في كل الأحوال يعني مش إحنا اللي درناها أنا راك رسالة أما الدورة العادية اللي درنا فيها النقطة ديال المحوتة إحنا اللي برمجنا بطبيعة الحال حطينا لكم على على شكل يعني اتفاقية مشاركة من اجل يعني انجاز المحوطه بالسوق ديالي مش اما المراه الزوجه اللي هو اليوم فهذه رساله جات من السيد العام غادي نفرق لكم الرساله هو اللي المحوطه دائما ربما ما كانش فهو اللي كيبيع الحوت بزاف في الاقليم بالتالي حتى الغرفه ديال السيد بحري عطات الموافقه ديالها باش انها ان شاء الله تنجز لنا هذا السوق هذا وتدخل معنا في هذه الشراكه هذه فيما يخص يومين او ثلاثة ايام لبوتي ديال سميتو راني معك بدا تحمل راني معك 100% نسجلوا هذه النقطة لأن كانت يعني انا ما عندي حتى الاستدعاء كعباد الله هذا السيد طمع زعما كنت زعما صراحة انسان غني ما عرفتش والله ما فهمت الا يوم الخميس خرجت يوم 19 يوم 22 يمكن ولكن مسجله مسجلة النقطة ديالك مسجلة ما ذلك ما قلتلكش لا نقطة مسجلة انه يعني ما جاتش في الاجل المنصوص عليه في القانون هذا هو اللي كاين
لأن لإعادة الدراسة الاتفاقية شراكة من أجل إحداث سوق السمك في المدينة والمصادقة عليها. هذا هو اللي عندنا في الأقوال إلى خارج المدخل. تفضل أسامة. لأن تخذ فيها مقرر بالإجماع وكتعاود لي. نقطة ثانية. النقطة ديال الناس عندك هي أنا أعطيك سالي النقطة الأولى ولا أنا غتجاوبني ثلاثة على تجاوبني على الأسئلة اللي طرحتها عليك. نقطة النظام أنا عقلت أنني عندي ملاحظات وغتجاوبني عليها أن النقطة تأخذ فيها القرار سابقا بالإجماع واليوم كتعاود يعني ما فهمتش. لا أنا عارف غادي تفهم. غادي تفهم وأنا كملاحظة. سالت ديال الواقع العربية ديال الناس عندي اللي قلت لك قطعة نعاود إلى قطعة. أما هذه اللي اليوم هذه فيها غير قطعة واحدة اللي هي عندنا واحد الحديقة كذلك غادي نوريكم دابا التصاور ديال هذه الحقيقة هذه الحديقة إن شاء الله الرحمن الرحيم ونشوفوا كذلك يعني التصاميم ديال المهندس والدراسة والمزارف دابا فاش عاودنا هذه الزوجة درنا فيها غير بقعة أرضية اللي المساحة ديالها راهي عندنا في الفرقة أما الإجماع اللي درس المدة في النقطة اللي كانت فيها اللي كانت فيها خمسة ديال الناس عندنا لأن هذه حاجة واحدة وهذه اليوم واحدة. ما يمكنش غير وحدة بوحدة. جبتي لي خمسة قطع أرضية باش نديرو على المزيان الملكية بالأعداد ديالها درنا يعني صوتنا بالإجماع بخمسة بهم وغتجيب لي وحدة عاود نعاود لها التصويت. لا مثلا أنا أيا كان أنا كنهضر هنا على القانون باش نكونوا واضحين أيا كان غتجيب لي خمسة القطع الأرضية درنا فيهم ليزا الملكية وخذينا فيهم مقرر راه كاين عندنا في الأرشيف وكتجي لي يعني بقعة من بقع الأرضية الخمسة غنديرو فيها عاود دورة وناخذو فيها مقرر ما فهمتش لا ماشي مشكل ما فهمتش أنا هذا ما فهمتش أنا غنفهم دابا فيما يخص السوق نزلنا هذه القضية السوق دابا باقي لنا ديال النزعة الملكية إلا كان عندنا حنا هاد خمسة ديال البقع الأرضية اللي دار فيهم التصويت وداز بالاجماع فالنقطه الثانيه غادي نقولوا هذه راه سبقت دازت وراه حنا صوتنا عليها ما كاين حتى شي مشكل حيت دابا العماله هي العماله ماشي بحالنا راه عارفه شنو عندها كل شيء بطبيعه الحال هي دابا اليوم عندها المشروع ديال هذه الحديقه وعندها الاستعجال باش انها تنجز واحد الحديقه في المدخل ديال مدينه دريوش هما صيفطوا لنا النقطه اللي فيها غير الحديقه وفيها المساحه ديالها حنا فاش غادي ندوزو دابا النقطة الثانية غادي ناخذو الكلام ديال الناس حمو غادي نقولو باللي حنايا راه حنا درنا دورة عادية في 2017 وعطينا الموافقة بالإجماع إذا لا داعي أننا نعاودو نكررو المناقشة وكذا أنا راني معاك شكرا سيدي الرئيس غير هذه كان في عندك 10 أيام سيدي العالم تصيفط لك رسالة 10 أيام العشريه ويكيبل العشريه فهمت نعم العشريه كاين اللي كتنبهم مادام السيد عامل ما عارفش تنبهو بلي راه حنا ديجا داز مقرر بالاجماع سالينا في الطيره ما يمكن علاش غادي يصيفط التنبيه كان عليك انت تنبهو مادام هو ما عارفش شكرا تفضل اسيدي المعنيه الحضور التالي سعادة الرئيس كيبيني بخصوص النقطة الأولى كان غير درنا إعادة تصويت ما درناش إعادة دراسة نعم يعني في الحقيقة اليوم سعادة الرئيس بكل صراحة احنا ما محتاجينش نناقشوا لا النزعة الملكية ولا المحوذة ولا شيء من هذا القبيل احنا رانا نعيشوا أزمة لا أغلبية قادرة على التسيير لا معارضة قادرة على التسيير أنت عارف أنا مش جيت الاستدعاء غادي نعرف تراك عارفها هذه راكي تكتبوا عليها فيسبوك بلا راه كاينه المعارضه وخرجوا يعني كاين ما غاديش يصوتوا خرجوا باستخلاصات وكل شيء راهم عارفين علاش ما جاوش هذنا يعني عارف نفس السيناريو يعني حنايا رانا نعيشوا واحد الازمه خصنا يعني نلقى واحد الحل لهذه الازمه هذه يعني انتم كمعارضه او كاغلبيه ما استطعتوش تسيروا المجلس يعني اكثر من سنه حنايا كمعارضه ما استطعناش نسيروا المجلس يعني رانا في واحد الازمه كبيره سعادة الرئيس لو كان نجيب لي القران هنايا حنايا 10 الاعضاء والله العظيم حتى نعارضوا والسبب تعرف السبب لانك انت كتفكر في المصلحه ديالك حنايا كنفكروا في المصلحه ديالنا ما غاديش نوصلوا لشي نتيجه يعني اثبتنا وبين الملموس والواضح ان يعني حنايا كاعضاء كنتم كنكتب وحنايا كمعارضه يعني ما استطعناش ندبروا المجلس الجماعي زيد على ذلك حتى السلطه المحليه والسلطه الاقليميه
السنة والمشاكل تاني في المجلس وهي كتفرج، وبالتالي فقدنا كون أرسلنا مدينة الدلوش إلى الجحيم، والسلام عليكم. شكرا الكريم. الإمام المهدي السيد الرئيس، كما يعلم الجميع بأن المقتضي بقانون المادة 37 هي من اقتراح السلطة الإقليمية السيد باشا بن نيابة، بصفكم يعني كيمثلوا السلطات الإقليمية يعني صاحبة المبادرة، غير السيد باشا بن نيابة كنحضر معنا الدورة السابقة، لأن هذه النقطة الثانية يعني ما دازش عليها يعني شهر وكيجيو ويعني كتبرمج مرة أخرى، يعني شنو دار في ظرف هذا الشهر باش غير يعني واش أنا شخصيا السيد الباشا المحترم أسباب ديال الرفض ديالي عقل عليها؟ قلت أسباب الرفض ديالي عقل عليها؟ نفتو شي حاجة من داك الشيء؟ اسمح لي، حنا أعضاء منتخبنا الشعب باش ندافعوا على الشعب، راه بيني وبين أسباب ديال الرفض اللي قلتكم ديك المزبالة اللي داروا تما ديال الحيوانات اللي مربوطين تما واش كيشوفوا فيهم؟ شنو درتو؟ ما درتو والو، يعني حنا جينا هنا كنغنيو ماشي كندافعوا على المواطنين، خصنا نجيبوا هنا غير البنادر هنا، هذا الشيء راه سيفوني أنا، هذا الشيء سيفوني ملي كنقول الملاحظات كنقول لك أسباب ديال الرفض، وكان رفض النقطة وكان تمسم الزملاء ديالي اللي ساندوني رفضوا، شنو درتو؟ ما درتو حتى حاجة، وإذا به كتجيبوا لنا النقطة وكتحطوا لنا يعني ما وقع والو، واش أنا خصني الجردة أنا ماشي في الوسخ وفي الكوارث حتى الآخر حتى السلطة ديالي، شنو خصك يعني خصني الخواتم؟ أنا هذه السياسة ديال الواجهة ما كنحملهاش، غنخدموا الأحياء العميقة، واش تخدات الملاحظات ديالنا اللي قلنا؟ حنا أعضاء بمقتضى الدستور وبمقتضى القانون الاخر، عندنا الاخر ديال التسيير، عندنا قلنا انا شخصيا قلت لكم الملاحظات كيفاش نديروا هذا السوق ديال السمك، حنا ما جيبش هنا غير كائنات ديال التصويت، حنا اعضاء خص تاخذ المناقشه اللي كنقولها يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، الا كتقولوا غادي نبنيو الاخر، السيد الرئيس، السيد الباشا المحترم غادي كتقولوا يعني هالنقطة اللي بغيتي ديروا ديال السوق السمك بان راه يعني عندها واحد الصبغه استعجاليه لان الفلوس موجودين الدار موجوده، وعلاش في راكم ما نفذتوش اربعه المشاريع اللي عندنا؟ بركم سوسيو ثقافي، سوسيو تربوي، ديال المعاقين وديال المبادره وثلاثه البشر، علاش ما نفذتوش هادو؟ ياك الفلوس ديالهم موجودين، الاعتماد ديالهم موجودين، الدراسات موجوده، البلد الجامعات المجاوره راه جامعات قرويه صغيره بناو داكشي، زعما بغيتو تبنيو غير هاد السوق، هاد السوق اللي بالكم زعما ديال عندكم الغيره، هاد الناس خصهم يديروا اجيو تضربوا في المعقول، اجيو المشاكل حلوا المشاكل ديال الساكنه، راه حنا عندنا بلوكاج في المدينه، خصو نشوفوا الاسباب والمسببات ديالو ونجيو نعالجو، ما بقاوش نضحكوا على الاخر، الا كاين شي معقول حنا راه مع المعقول، الا ما كاينش معقول راه بلا ما نجي على الاخر، انا ارفض مره اخرى هذا الامر، ما داكشي اللي قلت انا ما نفذتوش، شكون انا هنا؟ يعني واحد جيت هنا يمكن هبيل وكرهو، الناس راه كيموتوا السيد الباشا، شنو كديروا انتوما؟ بالكم غير المحوات اللي بالكم، الناس اللي عندكم تما حاشاكم ب 40 حمار وبغل تما، والزوبيات تما شنو درتوا لهم؟ بالكم غير المحوات تمشيو نبيعوا الحوت، شفكوا الناس راهم مرضوهم، شنو درتوا انتوما؟ لا السلطة المحلية ولا السيد الرئيس مقدمين مقتضى الفصل 100 ما قصوا العزل السيد الرئيس، السيد الرئيس نقول لك واحد الحاجة استحت السؤال سير تروح راه كتضحك علينا وكتلعب علينا، هاد النقط راه جابوا لكم غير باش يهزوكم بالبلوكاج، حنايا مستمرين في البلوكاج حتى دخل الوزارة وشكرا. شكرا. ترى كان من أجل إحداث سوق السمك بالمدينة والمسابقة عليه. بعض الكلام اللي قالوا سي جمال نقدر نجاوب عليه فيما يخص الشكاية اللي تقدمتي بها ديال هذوك الحيوانات ولا اللي كاينين في السوق، حنا درنا رسالة أولى ودرنا رسالة ثانية بطبيعة الحال السلطة اللي غادي تخرج باش تكلم مع هذوك الناس باش تحيدهم. ثانيا المشاريع ما أنجزناهاش، المشاريع ديال المبادرة كان آخر مشروع هو دار المرأة ما دازش الموافقة وبالتالي ما غاديش نقدروا ننجزوه. بعض المشاريع الأخرى
ان المشكل ديال البقعه الارضيه اللي غادي نجزوا عليها وهي الموضوع ديال ان شاء الله اللي غادي حنا كنشتغلوا عليه. وراه كتبنا رساله للسيد الرئيس الاقليمي، كتبنا له رساله لرئيس المجلس الاقليمي باش نشتغلوا معاه هذه المشاريع اللي تقدم في المجلس الاقليمي. هذا هو اللي كاين. انا اليوم عندي هذا السوق اتفاقيه الشراكه غادي ندوزو مباشره للساده الاعضاء للتصويت الى ما كتبوا مناقشه. اذا بالنسبه للموافقين على اتفاقيه الشراكه من اجل احداث سوق السمك في المدينه اللي كيقول نعم لهذا المشروع. رئيس هذا المصطلح نزاع الملكيه مصطلح خطير يجب نسطر عليه بالقلم الاحمر. يعني اذا كان المشرع المغربي ارتكب واحد الخطا، حنايا كمجلس او كمنتخبون وانت كرئيس مؤسسه منتخبيه الجهه والسلطات الاقليميه تقدم واحد ملتمس تصحيح ديال هذا المصطلح ديال نزاع الملكيه، لان باش نطفوا شويه هذا النزاع الملكيه. يعني النزاع الملكيه انا ما كنسمع هذا النزاع الملكيه كيوقع لي سيكريتري سو القلب. يعني هذا المصطلح شتو غير صورت يجيك شي قرار نزعوا الملكيه نقلعوا لك الارض. يعني راه في المستعمر عندما كنا مستعمر الاسباني او الفرنسي من خرجوا راه ما كناش كنقولوا له في يعني نزاع الملكيه استرداد الارض بالتفاوض والحوار. يعني انت هذه الهضره كتكتب مع المستعمر وما بالك المواطن المغربي تقول له نزاع الملكيه. راه هذا المصطلح قدحي تحقير للمواطن تحقير للفقر. انا كيبان لي بهذه المناسبه هذه يعني حنايا ما نبقاوش نتمناو نهضروا هنايا غير على الحمير ونهضروا على بوخراره ونهضروا على القناطر ونهضروا حتى حنايا خصنا يعني نهزوا الهموم ديال المواطن حتى حنايا نهزوا حتى الهم ديال الوطن. يعني هذيك البادره تحسب على المجلس البلدي ولا تحسب على الناس ديال الجهه ولا ديال البرلمانيين يقدموا واحد الملتمس تشريعي يبدلوا لهذا يعني تلطيف هذا المصطلح. هذا خصنا ما يكونش في القانون المغربي كاع يبدلوا يديروا شي مصطلح اخر. يعني كيبان لي سعاده الرئيس يعني بالنسبه لهذا صاحب الارض هذا انا كيبان لي ما نديرولوش هذه القضيه اللي زعما الملكيه. اولا خصنا نستضفوا هنايا في المجلس نهضروا معاه نتشاوروا معاه نفتحوا واحد الحوار معاه نقولوا له ودي السيد هذه القطعه الارضيه ديالك راه غادي ندخلوها في المصلحه العامه المنفعه العامه راه غادي تستفد منها انت هي وتستفد منها السفينه ديال الدريوش تستفد منها الشعب المغربي وانت عندك لاجر عند ربي العالمين وجي هنايا ونوقفوا له ونكرموه هكذا غادي تكون الحوار. انا كيبان لي ما غاديش نصوت عليها سعاده الرئيس مستسمعها. طلبيه كي اذا نزع الملكيه مصطلح داروا المشرعين وخطب به سيدنا الله يسره. نزع الملكيه سي مصطفى كدير شي حالات والاقتناء بشي حالات الانسان خصو يفهم مزيان عاد يقدر يدير فتوه. لما كنتكلم ولا نزع لما سي مصطفى لا بغيت زيد زيد لما كندخلوا في نزع الملكيه هي ملي كيتقهر. نعطيك على سبيل المثال حنا درنا المحطه ديال التصفيه لما غادي تجمع الواء الحار لا المحطه ديال التصفيه. لما درنا هاد المحطة ديال التصفية اللي كنمشيو عندو كنقولو لو غادي نديرو لك المحطة ديال التصفية كيقول لك لا 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 وفي مطار ما نديروهاش ولا نديرو نزاع ملكية غادي ندوزو ضروري نزاع ملكية لأنه هو مشروع لابد منه مشروع لابد منه. بحال ما غادي نتكلمو أنا نطرح ديال النفايات نطرح ديال النفايات في حالة ما إلا مول الأرض ما بغاش ما نديروهو نطرح نفايات غادي نضطرو ندوزو المرحلة ديال نزاع الملكية. المرحلة ديال نزاع الملكية ماشي بها كنقولو بسم الله كتجينا في التالي كنقولو لا حول ولا قوة إلا بالله. مشينا بالودي ما كاين شيء مشينا بالاقتناء ما كاين شيء كنضطرو نديرو نزاع الملكية والملك عطى القوة لهذاك اللي بغى يدير نزاع الملكية. لأن نزاع الملكية ما كانتش من أجل غادي نمشيو مثلا ديك الأرض نلعبو فيها ولا من أجل واحد المصلحة عامة كما كتقول. وما يمكنش تدير نزاع الملكيه لواحد الشخص كيكون بوحده. لا انا نعطيك مثال هاد البقعه الارضيه اللي كنتكلموا عليها اليوم في الدريوش الا خديتي واحد ريكيزيسيون موطر من هادو خمسه اللي قال لك توفيق تلقى فيه اكثر من سبعه ولا ثمانيه ديال يعني اللي حاطين على 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 هذا العقار هذا كنسميوهم المعقار متنازع عليه. كتلقى واحد مات وخلاو ثاني 21 وريد لما كتجمع كيبدا يبان لك ان مستحيل هذاك العقار غادي يتفرق. مستحيل مستحيل ومستحيل تستدعي دوك الناس كاملين باش تفاوض معاهم كما كتقول انت ويدي وتقول له غادي تمشي للجنه. يعني هادو هما يعني القطاع اللي كدار لهم نزع الملكيه السي مصطفى. حنا بهذا القطاع كاملين اليوم اللي عندنا ما كاين حتى شي قطاع ديرولها بوحده. وعلاش هذه درناها بوحدها ما جمعناهاش مع سته اخرين؟ لان هذه ديال املاك الدوله. يعني من املاك الدوله استدعيناها مع الكامل للاسف ما جاتش. قالت لك انا عطيو لي غير الموافقه ديال المجلس وهذيك الارض غادي تصبح ديالكم
يمكن لعن الاسبوع اللي غيجي وعلى هادشي اللي تسيد لعن الافلام انه يسير لنا نديرو هاد الدوره. هذا هو اللي كان اسم مصطفى مع انه اغراض شخصيه كنقضيوها كنقضي مع الاغراض يعني كان كيهمنا يعني الشان العام مشاريع واحد مجموعه ديال المشاريع في هذه السنه اللي ترفضت مع كامل الاسف يعني ما رفضتهاش انا كمكتب ولا كالاعضاء ترفضت لان كاين كما قال السي جمال وكما قلت هذا البلوكاج انا اتاسف يعني انا اتاسف يعني هذه المشاريع كترفض مع كامل الاسف. الساده الاخوان اللي ما كيبغوش مداخله ندوزو للتصويت مباشره الساده الاعضاء اللي كيقول نعم لنزع الملكيه